الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، لا نزال في شرح حديث تسحروا فإن في السحور بركة، والحديث الآخر تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، ولا أدري عن آخر مسألة وصلناها أيها الإخوان. الظاهر إن قلت وما أفضل ما يتسحر به، نعم. طيب نكمل المسائل، ومن مسائل هذين الحديثين أيضا إن قلت وما الحكم لو أن الإنسان سمع النداء والإناء في يده، والإناء في يده، ما الحكم لو سمع الإنسان النداء والإناء في يده؟ الجواب: لقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، وصححه، وسكت عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا سمع الأذان وقد ابتدأ في الشراب فإنه يجوز له أن يستمر في الشرب حتى يقضي نهمته من الإناء، ولا بأس بذلك، وهذه رخصة من الله عز وجل. فإن قلت وعلى أي قاعدة يتخرج هذا الفرع؟ فأقول على قاعدة درسناها كثيرا، وهي أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ومعنى ذلك أن الشريعة ترخص في الثواني ما لا ترخص في الأوائل، كما أنها أجازت بقاء أثر الطيب بعد عقد الإحرام وحرمت ابتداء الطيب. فلو أن الإنسان تطيب قبل أن يقول نية الإحرام، قبل أن ينطق بنسك الإحرام، فله ذلك. فإذا نطق بالنسك فإن رائحة الطيب لا تزال عليه باقية، فإذا هذا استمرار لبقاء الرائحة وليس تطيبا جديدا. فالذي يحرم عليه هو ابتداء الطيب لا بقاء أثر الطيب، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ومثال آخر، وهو أن الإنسان إذا طلق زوجته ثم عقد إحرامه فإنه يجوز له حال كونه محرماً أن يراجع زوجته بشهادة عدلين. طيب أوليس المحرم ممنوعاً من النكاح؟ الجواب نعم، لكنه ممنوع من ابتداء النكاح لا إبقاء النكاح، فالمراجعة ليست ابتداءً للنكاح وإنما هي إبقاء للنكاح الأول، والبقاء يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. ومثال ثالث، لأنها قاعدة طيبة هذه، مثال ثالث: لو أن الإنسان قبل صلاة الظهر بثلث ساعة، يعني قبل ابتداء وقت النهي، كبر للصلاة، كبر للنافلة، يريد أن يتنفل، ثم دخل عليه وقت النهي الذي يكون قبل الظهر بربع إلى عشر يعني من عشر إلى ربع ساعة، فإنه لا يلزمه أن يقطع صلاة النافلة في هذه الحالة. لما؟ لأنه بقي في نافلة قد ابتدأها قبل دخول وقت النهي، لكن لا يجوز له في هذا الوقت أن ينشئ نافلة جديدة، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وفرع الرابع وليكن هو مسألتنا، وهو أن الإنسان إذا سمع الأذان الذي يجزم أو يغلب على ظنه أنه يراعي وقت خروج الفجر قد أذن، فلا يخلو من حالة: إما أن لا يكون القدح على يده، بمعنى أنه لم يبدأ في الشراب، وإما أن يكون قد سمع الأذان الذي هو موافق لطلوع الفجر بعد أن ابتدأ في الشراب، في الشرب قصدي. فإن كان سمعه قبل فحينئذ لا يجوز له ابتداء الشراب، وإن سمعه بعد فحينئذ يجوز له أن يستمر. وهذا هو الجمع بين الأدلة، لأن هناك أدلة تقول بأن الإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهناك دليل يدل على جواز الشرب ولو بعد الأذان، ولو بعد الأذان، فكيف نجمع بينهما؟ فنحمل الأدلة الناهية على من لم يبتدئ الشرب، ونحمل الأدلة المجيزة على من ابتدأ الشرب. فنحمل الأولى على مسألة الابتداء، ونحمل الثانية على مسألة البقاء. أنا مشكلتي في الشرح أنني أعطيك المسألة سلسلة سلسلة، فمن يوم تسرح تفقد سلسلة، اعرف أنك ما أنت فاهم اللي وراه ولا أنت مجاوبني. أعيد مرة أخرى، وهذا القول الذي ذكرته وهو التفريق بين الابتداء والبقاء هو القول الذي يجمع بين الأدلة الناهية والأدلة المجيزة. فنحمل الأدلة الناهية على على مرتبة الابتداء، ثم شايتهم عياه، ونحمل الأدلة المجيزة على مرتبة البقاء. والمتقرر عند العلماء أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فهمتم؟ إيش فهمتم؟ هذه خلاصة دي. هذا هو الصحيح. ومن المسائل أيضا على هذين الحديثين، في بعض الروايات أن أنسا سأل زيدا كم بين الأذان، كم بين السحور والصلاة، كم بين السحور والصلاة، بمعنى أن أنس يسأل عن المقدار ما بين فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحوره إلى تكبيرة الإحرام. بينما نجد بعض الروايات أن أنس سأل زيدا كم بين السحور والأذان، وبينهما اختلاف. إذ الرواية الأولى عن الفرق عن المقدار فيما بين السحور والدخول في الصلاة، والرواية الثانية عن الفرق أو المقدار فيما بين الفراغ من السحور والأذان. فكيف نجمع بينهما بوجه لا تتعارض معه تلك الروايات الصحيحة؟ الجواب أن نحمل الصلاة على وقتها، على ابتداء وقتها وحضورها. فقوله كم بين الأذان والصلاة، أي كم بين فقوله كم بين السحور والصلاة، يراد به كم بين السحور ودخول وقت الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة ومن المعلوم أن الوقت أن وقت الصلاة يطلق عليه صلاة، لأن الصلاة صالحة لأدائها فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوره ما لم يحضر العصر. مش المقصود بالعصر صلاة العصر ولا وقتها؟ وقتها. فإذن المقصود بالصلاة هنا وقت حضورها، فلا تعارض على هذا الحمل بين الروايتين، بين الروايتين. فالظاهر أن المقصود كم بين السحور والأذان، فأطلق على الأذان صلاة لأن الأذان مؤذن بدخول وقت الصلاة وحضورها وجواز فعلها. ومن المسائل أيضا قوله تسحرنا، قوله تسحرنا بالجمع، تسحرنا بالجمع، ثم قال بعدها ثم قام إلى الصلاة بالإفراد. فيخشى ممن يقرأ هذا الحديث أن يفهم من كلام زيد أنهم اشتركوا معه في السحور ولم يشتركوا معه في القيام. فما الحكمة من الجمع في السحور والإفراد في القيام؟ كان المفروض أن يقول ثم قمنا، مثل ما جمع في قوله تسحرنا. فأقول لا بأس بذلك، لأنه لا جرم أنهم يدخلون معه بالتبعية، هم في مسألة الصلاة يدخلون معه بالتبعية، إذ لا يمكن ولا يتصور أبداً أن يتخلفوا عن الصلاة معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قيامهم للصلاة يدخل في قوله ثم قام إلى الصلاة دخولاً تضمنياً. ومن المسائل أيضاً أن فيه دليلاً على جواز مؤانسة الفاضل للمفضول بالمؤاكلة، وأنه من كمال تواضع الفاضل للمفضول
وأن الإنسان مهما بلغ من المنزلة والمال والجاه والحسب أو المراتب العلمية الدينية فإنه لا ينبغي أن يحمله ذلك على شيء من التعالي أو الطغيان أو الفخر على الناس. فهذا أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، يجلس مع أصحابه يتسحرون سوية يؤانسهم ويؤانسونه، فهذا فعل أهل التواضع. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على استحباب الاجتماع على وليمة السحور، وأنه لا ينبغي أن يتسحر أهل البيت قزعا، كل واحد يتسحر لوحده، فهذا من الحرمان، فإن الاجتماع على الطعام موجب للبركة، موجب للبركة. وأما أحوالنا في هذا الزمان فالمشتكى فيها إلى الله، فإن قليلا من العوائل ما تجتمع على السحور إلا من كانوا متمسكين بتلك العادة الطيبة. ومن فوائد هذين الحديثين أن فيه دليلا على أن فيهما دليلا على حرص الصحابة على تعلم مسائل الشرع، فإن أنس سأل عن التوقيت فيما بين الفراغ من السحور والأذان، وهذا دليل على حرصهم على تعلمهم. ومن مسائلها أيضا هل البركة المذكورة في قوله تسحروا فإن في السحور بركة، هل المقصود بالسحور الفعل ولا ذات الطعام؟ لأننا قلنا إن السحور معناه الطعام، السحور معناه فعل فعل الأكل، فهل المقصود بالبركة، فهل البركة هنا تعود إلى ذات الطعام أم فعل الطعام؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عوده عليهما جميعا. فأكلة السحور ووجبة السحور أيا كانت فيها بركة، فيها بركة، وتناول السحور أيضا فيه بركة، فالأكل في حد ذاته فيه بركة، والمأكول أيضا فيه بركة، هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله. فالصواب رجوع البركة لهما جميعا. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا أنها دليل على قاعدة عظيمة ندندن حولها كثيرا، وهي أن المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، فإن أكلة السحور لا تعدو أن تكون طعاما وشربا، والأصل في الطعام والشراب أنه مباح، لا يثاب الإنسان عليه ولا يعاقب. فلماذا أثاب الله من أكل وجبة السحور مع أنها أكل؟ قال العلماء إنما حصل الثواب في أكلة السحر لأن الإنسان يتناولها وهو يريد أن يتقوى بها على طاعة الله عز وجل، فانقلب هذا المباح إلى قربى وإلى طاعة بالنية الصالحة. ولذلك خذوها مني قاعدة يا طلبة العلم، المباحات تنقلب عبادات بالهيئات والنيات الصالحات، المباحات تنقلب عبادات بالهيئات والنيات الصالحات. فإذا أراد الإنسان أن ينام فإن نومه يكون طاعة باعتبار هيئة النوم وصفته، كأن ينام على جنبه الأيمن وبعد صلاة العشاء، وأن لا يطيل السهر، وأن يتوضأ، هذه كلها هيئات للنوم ولا لا يجمع؟ طيب، وبنيته أيضا بأن ينوي بأن منامه هذا لطاعة الله عز وجل، يعني أن يتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك الأكل في ذاته مباح، لكنه ينقلب عبادة بالأمرين، بالهيئة والنية. إيش معنى بالهيئة؟ يعني أن يسمي حال الأكل، وأن يحمد حال الفراغ، وأن يأكل بثلاث أصابع، وأن يأكل مما يليه، وهكذا. طيب، وبالنية بمعنى أنه ينوي بتلك اللقيمات التي يدخلها في جوفه أنها تقويه على طاعة الله عز وجل، وهكذا. الجماع أيضا، جماع الرجل لزوجته هو مباح في الأصالة، لا ثواب ولا عقاب فيه، لكنه يكون طاعة وقربة بالهيئات والنيات، بالهيئة بمعنى ألا يجامعها في دبرها، وألا يجامعها وهي حائض، وبالنية أن ينوي بجماعه هذا إعفاف نفسه وإعفاف زوجته عن الوقوع في الحرام، وأن يكون جماعه هذا سببا في إخراج ذرية تعبد الله عز وجل في الأرض. فإذا جميع المباحات
تنقلب عبادات بالهيئات إذا كان لها هيئة شرعية، وكذلك بالنيات الصالحات. احفظوا هذه القاعدة لأنها تجعل حياتك كلها طاعة وعبادة، طاعة وعبادة، لأنك تشغل وقتك في يومك بأمرين، إما في عادة وإما في عبادة. فإن كنت مشتغلا في عبادة فالحمد لله. طيب أغلب أوقات اليوم نقضي في عادات ولا في عبادات؟ في عادات. إذن العاقل الذي يعلم أنه سيسأل عن هذه الأوقات وأنها محط الاختبار والابتلاء في هذه الدنيا، وأن حياته وأن وقته عمره، ينبغي له أن يجير هذا الوقت الواسع الكثير إلى ميزان حسناته. كيف ذلك؟ بالهيئات والنيات. ولذلك احرص على ألا تفعل أي عادة من العادات إلا ولك فيها نية صالحة، حتى تلبية حاجيات أهلك أو الذهاب مع زملائك والنزهة اليومية مع أهلك أو الجلوس مع أهلك للقهوة والشاي، هذه كلها مباحات، والنوم أيضا مباح والطعام والشراب مباح، وهذه أغلب ما نقطع فيها أوقات اليوم. فاحرص على أن تجعلها فترة تستجم نفسك بها، حتى إذا أقبلت على العبادة تقبل بنفس منشرحة وصدر منبسط، فتكون تلك الأوقات مجيرة في ميزان حسناتك. إذ والله من الغبن والخسارة الفادحة العظيمة أن تذهب عليك 23 ساعة في اليوم في عادات ولا يكتب لك من ميزان يومك هذا الذي هو عمرك ويقربك إلى الآخرة ويباعدك من الدنيا، ما يكتب لك فيه إلا ساعة واحدة فقط، هي مجموع الصلوات الخمس مع نوافلها القبلية والبعدية وأذكارها، تأتي ساعة. خسارة عظيمة والله تضيع تلك الساعات الطويلة. فإذا احرصوا على 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 حفظ هذه القاعدة، فهي منهج حياة يجعلك سعيدا في هذه الدنيا ويجعلك سعيدا في قبرك ومن الفائزين المفلحين في يوم حشرك ونشرك. كل شيء من العادات اجعل لك فيه نية صالحة ينقلب مباشرة في ميزان الله عز وجل إلى طاعة. عرفنا وجه الاستشهاد من بهذا الحديث، وهو أن أكلة السحور لا تعدو أن تكون طعاما، فإذا كيف أثيب الإنسان عليها؟ لأنه حال تناولها كان ينوي بها امتثال أمر الله وتطبيق السنة والتقوي على طاعة الله عز وجل، فاجتمعت فيها الهيئة واجتمعت فيها النية. ومن مسائل هذا الحديث أيضا وقع للصوفية في مسألة السحور كلام غلط وفهم باطل عاطل على عادتهم قبحهم الله، فإنهم يفهمون كلام الشارع على وجه غلط، ففهموا منه أن السحور لا داعي له أصلا. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن المقصود الأعظم من الصوم هو كسر شهوة النفس عن مواقعة الحرام، والأكل وكثرته والأكل مما يعين على عدم تحقق مقصود الصوم. ما اتضحت لكم؟ فإذا قالوا السحور يتعارض مع مقصود الصوم، وهل هذا صحيح؟ الجواب بالطبع لا، ليس صحيحا، بل إن السحور أكلة السحور التي أمر الشارع بها مما يعين الصائم على تحقيق مقصود الشارع في الصوم، وهو تلقي هذه العبادة بصدر منشرح وكمال قبول ورغبة، لأن بطنه لا يزال فيه هذه الأكلة المباركة، فحتى لا يتضجر الصائم من الجوع أو العطش، وحتى لا يضيق صدره ولا يتحرج من هذا الصيام ولا يستثقل هذا التعبد، وكل هذه مقاصد للشارع، ندب الشارع إلى أكلة السحر حتى تكون معينة على تحقيق هذه المقاصد، ولا سيما إذا كان أكلة السحر معتدلة، فالاعتدال في الطعام والشراب مطلوب في كل وجبة، سواء في أكلة الفطور أو في أكلة السحور أو في أي أكلة، فلا ينبغي للإنسان أن يزيد على الحد المعتاد، وكأنه سيدخل في حرب شعواء يأكل حتى يخرج الأكل مع أذنيه أو مع أنفه إذا بغر أو عطس، هذا خطر عظيم على الإنسان. هذا الغلو والمجاوزة في الأكل هو الذي يحيي تلك الشهوات،
وأما أن يكون الأكل متوسطا معتدلا مبنيا على أن يكون ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، فليست موافقة الشرع تحيي شيئا من هذه الشهوات، ليست موافقة الشرع في طريقة الطعام والاقتصاد في الطعام تحيي شيئا من الشهوات، وإنما مخالفة الشرع هي التي تثير الشهوات، وهذا يكون في أكلة السحر إذا تجاوز الإنسان فيها، فهذا مذموم شرعا. فإذا المذموم هو الإفراط وليس أصل أكلة السحر. فإذا نفي الصوفية حكمة السحور شرعا نفيا مطلقا هذا لا نوافقهم فيه، وكذلك كون الإنسان يملأ بطنه من الطعام ملأ مطلقا لا نوافقه فيه، وإنما التوسط في ذلك مطلوب، التوسط في ذلك مطلوب. إذن الوسطية والاعتدال في أكلة السحر مطلب، فإذا زاد الإنسان على الحد المعتاد فقد يذهب بسبب الزيادة حكمة الصوم، نعم قد تذهب بسبب الزيادة حكمة الصوم، لكن أما إذا أكل على الحد المعتاد المبني على الوسطية فإنه أبدا لا تذهب حكمة الصوم، بل تكون معينة له على تحقيق مقاصد الشارع في الصبر وعدم التضجر وعدم استثقال هذه العبادة العظيمة. إذن لا عبرة بمن خالف الأدلة الشرعية. لعلنا نكتفي بهذا القدر من ذكر فوائد هذين الحديثين، وندخل بعدهما في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. نعم لحظة قرب عندنا أنت تقرأ يا عبد المجيد كلكم إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. الحمد لله رب العالمين. الكلام على هذا الحديث العظيم في جمل من المسائل كثيرة، نأخذ بعضها هذا المساء ونرجئ ما تبقى منها إلى الدرس القادم إن شاء الله. المسألة الأولى أن فيه دليلاً على أنه ليس من شرط صحة الصوم الطهارة من الحدث لا الأصغر ولا الأكبر، فالصوم من العبادات التي لا تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر إلا حدثين فقط: الحيض والنفاس إجماعاً. وأما سائر الأحداث الصغرى والكبرى فإنها ليست فإن انعدامها ليس بشرط في صحة الصوم، وبناء على ذلك فيصح الصوم من الجنوب، فصوم الجنوب صحيح. فإن قلت: وهل وقع في هذه المسألة خلاف؟ الجواب: نعم. فإن قلت: ومتى وقع هذا الخلاف؟ فأقول: وقع في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: بينه لنا، فأقول: لقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم صوم الجنب، فذهب أبو هريرة رضي الله عنه وجمع أن الجنب إذا صام فإن صومه لا يصح، ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صوم الجنب صحيح. فلما نما للصحابة ما كان يقوله أبو هريرة رضي الله عنه من أن الجنب لا يصح صيامه، فزع بعض الصحابة إلى أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما يسألانهما عن هذه المسألة، لأنهم أعرفوا وأدرى بها، فهم أزواجه صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا حدثوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه صبح يوم الصوم وهو جنب، بمعنى أن يدخل عليه الفجر ويؤذن الفجر وهو لا يزال على جنابته، ثم يغتسل ويذهب للناس ليصلي بهم صلاة الفجر، فإذا يدركه بعض وقت الصوم الواجب وهو جنب. فلما كان يصوم صلى الله عليه وسلم ويتم صيامه أفاد ذلك أن الجنابة وجودا وانعداما لا أثر لها في صحة الصوم. ولا جرم أن هذا القول هو الحق، بل لقد أجمعت الأمة بعد انقراض عصر أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم على أحد القولين، وهو أن صوم الجنوب صحيح. فإن قلت أو يسمى الإجماع بعد ثبوت الخلاف المستقر إجماع، فأقول في هذه المسألة الأصولية خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين. والقول الصحيح أن الإجماع بعد الخلاف المستقر يسمى إجماعا، أن الاتفاق بعد الخلاف المستمر يسمى إجماعا، المهم أن يجتمعوا إجماعا صحيحا، فيكون أحد القولين مهجورا، فحينئذ القرن الثالث يجب عليهم أن يعملوا بإجماع القرن الثاني، ولا يجوز لهم أن يأخذوا القول المهجور الذي كان عليه بعض أهل القرن الأول. أول ثاني ثالث، أنتم معي متابعين؟ نعم، هذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الشواهد والأدلة. ولا يزال أهل العلم يحكون الإجماع في مسائل ثبت الخلاف فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التابعين أجمعوا على أحد القولين وتركوا القول الآخر. فإن قلت اضرب لنا أمثلة على ذلك، فنقول خذ بعض الأمثلة التي تحضرني الآن. المثال الأول، اختلف العلماء في حكم التيمم في حدث الجنابة، أو ينفع التيمم في الجنابة أو لا، على قولين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أن التيمم لا ينفع في الحدث الأكبر، وإنما ينفع في الحدث الأصغر، فإن أصاب الإنسان جنابة فيبقى لا يصلي حتى يجد الماء. والقول الثاني، وعليه جملة أصحاب النبي، جملة أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بأن التيمم نافع في الحدث الأكبر كما أنه نافع في الحدث الأصغر. فلما انقرض عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة من بعدهم على إيش؟ على استعمال التيمم في حدث الجنابة، وهجرت القول الآخر. فهل يسمى اتفاق التابعين أو والأمة من بعدهم إجماعا؟ الجواب نعم، يسمى إجماعا. أو يجوز لأحد في هذا الزمان أن يفتي بعدم صلاحية التيمم في الجنابة احتجاجا بقول ابن مسعود وعمر؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن ما ثبت فيه الإجماع فالواجب قبوله واعتماده والمصير إليه، وتحرم مخالفته. أنتم معي ولا أنتم معي؟ المثال الثاني، اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من جامع فأكسل، أي لم ينزل، وإنما أولج ذكره فقط من غير إنزال، فهل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ على قولين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كثير من الأنصار، إلى أنه يكفيه أن يتوضأ فقط ولا يجب عليه أن يغتسل. وذهب المهاجرون إلى أنه يجب عليه أن يغتسل حتى وإن لم ينزل. ولا جرم أن القول الثاني هو الحق، للحديث الصحيح المعروف: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال الراوي، قال وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. لما انتهى عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون والقرون من بعدهم إلى قرننا هذا على وجوب الغسل عليه بمجرد الإيلاج، سواء أنزل أو لم ينزل. أو يسمى هذا الاتفاق إجماعا بعد سبقه بخلاف مستقر؟ الجواب نعم، يسمى إجماعا في أصح قولي الأصوليين رحمهم الله تعالى. ومثال ثالث أيضا، اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسعى على الخفين، فمن الصحابة من أثبته، ومن الصحابة من قال إنه منسوخ بآية المائدة لأنها آخر ما نزل من القرآن، وفيها الأمر بغسل الرجلين، فإذا يعتبر المسعى على الخفين السابق للأمر بغسل الرجلين منسوخا. وذهب بعض أصحاب وذهب أكثر أصحاب رسول الله إلى القول بالجواز، ولكن لما انقرض عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر أمر الأمة وأجمعت على مشروعية المسح على الخفين، بل إنها صارت تقيدها في جملة
عقائدها كما فعل ذلك الطحاوي وغيره. فإذا خلاصة هذه المسألة أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين ثم أجمع من بعدهم على أحد القولين فالقول الصحيح والرأي الراجح الأصولي المليح هو أن اتفاقهم يسمى إجماعا، فيجب على أهل القرن الثالث أن يأخذوا بإجماع القرن الثاني، ولا حق لهم أن يأخذوا القول المهجور الذي ترك من أقوال القرن الأول. فهمتم؟ فإذن القول الحق في هذه المسألة هو ما قضى به الإجماع، وهو أن الإنسان إذا أصابته جنابة وهو صائم فإنه لا يضره ذلك شيئا، لا يضره ذلك شيئا. ولأن الأصل المتقرر عند العلماء في العبادات هو إطلاقها عن الشروط، فلا يجوز لنا أن نقيد عبادة بشرط إلا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع، والصوم عبادة من العبادات، فمن أوجب الطهارة له فمن أوجب الطهارة الكبرى له فقد قيد صحته بشرط، ونحن نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فلما رأينا المستند الذي استند عليه أبو هريرة رضي الله عنه وجدناه لا يصح أن يكون مستندا لأنه ضعيف، ولا يجوز أن نستنبط أحكاما من أحاديث ضعيفة، لأن العلماء متفقون على أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فحيث لا دليل يدل على اشتراط الطهارة للصوم فنقول الأصل عدم اشتراطه، فيصح الصوم ولو كان الإنسان جنوبا. فلو تأخر اغتسالك بعد جماعك لزوجتك في الليل حتى أدركك الفجر فإنه لا بأس عليك، ولو أن صلاة الفجر فاتتك وأنت جنوب ثم جلست قليلا مستيقظا قبل أن تغتسل وتصلي الفجر فلا بأس عليك، لا حرج عليك، فصيامك صحيح. فإن قلت ومن الذي حكى الإجماع على صحة صوم الجنب، فأقول قد حكاه جمع كثير من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقد أجمع التابعون بل والأمة على أن وجود وصف الجنابة لا يؤثر في صحة الصوم كما حكاه الإمام النووي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، فإن قلت أولا يحمل هذا الحديث على كونه خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجنابة لا تؤثر في صيامه هو ولكنها تؤثر في صيام غيره؟ الجواب هذا محمل باطل، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الخصائص وقفها على الدليل، فلا يجوز لنا أن ندعي خصيصة بشخص أو طائفة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته تبعا إلا بدليل الاختصاص. ولأن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أجابا بفعل رسول الله عن سؤال من سأل من أفراد الأمة، فهذا يدل على أن الصحابي أي الراوي يفهم من فعل رسول الله الخصوص ولا العموم؟ العموم، وفهم الراوي مقدم على فهم غيره عند التعارض كما تقرر في قواعد الأصول. يقول الأصوليون رحمهم الله تعالى إذا تعارض تفسير الراوي مع تفسير غيره فالمعتمد تفسير الراوي ما لم يخالف ظاهر الحديث، وهنا تفسير أم سلمة وعائشة لا يخالف ظاهر الحديث، فلو كانت عائشة وأم سلمة تفهمان من أن هذا الحكم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفتيا به في مجال السؤال العام، لكن لما أفتيا به في مجال السؤال العام دل على
أنهما يفهمان منه العموم، فلو أن غير الراوي فهم الخصوص فيكون قد تعارض فهمان، فهم الراوي وفهم غيره، وفهم الراوي أحب إلينا من فهم غيره، لا سيما إذا كان الراوي صحابيا. ومثل هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجامع أهلي فأكسل، أو قال فأكسل، أفأغتسل؟ وكانت عائشة جالسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. هذا دليل على أنه الأسوة والقدوة في مثل ذلك. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وخذوها مني فائدة أصولية تريحكم في كثير من الخلاف الذي ستقرؤونه في كتب المحدثين والشراح، وهي أن الفعل الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم له أربع محامل: إما أن يُحمل على أنه فعل طبعي جبلي، وإما أن يُحمل على أنه فعل وافق به عادات قومه، وإما أن يُحمل على أنه فعل من باب الخصوصية، وإما أن يُحمل على أنه فعل تشريعي أراد به أن تقتدي أمته فيه. فإذا كل فعل صدر منه فيمكن أن يُحمل على واحدة من هذه المحامل. طيب، أي هذه المحامل مقدم بالأصالة؟ هو القاعدة التي سأذكرها لكم، وهي أن الأصل في أفعال الشارع التشريع والاقتداء، ولا يجوز إخراجها عن هذا الموضوع العام والأصل المتقرر إلى محمل آخر إلا وعلى ذلك المحمل دليل من الشرع. فإذا تعارض قولان في فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم هذا الفعل من باب الخصوصية، وقال الآخر بل هو فعل تشريعي، فممن نطلب الدليل ولماذا؟ ممن قال بإيش؟ أنتم فهمتم السؤال ولا ما فهمتم؟ في هذه الحالة نطلب الدليل ممن قال بإيش؟ بالتخصيص، لأنه مخالف للأصل، لأن الأصل التشريع. ولذلك اختلفوا في تربية الشعر، أهي سنة اتخاذ الشعر أم لا؟ اختلفوا. سبب الخلاف هو خلافهم في محمل فعله هذا، وهو إعفاء شعره وتركه. هل يدخل من باب الجبلة والطبيعة والعادة، أو من باب موافقة القوم، أو من باب التشريع؟ الأصل أنه من باب التشريع، ومن أخرجه إلى دائرة أخرى فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فإن قلت كيف تقول مشروع، كيف تقول بأنه مشروع وقد أمر بحلقه في النسك، فنقول إن النهي عن العبادة في بعض الأوقات أو في بعض الأمكنة لا يخرجها عن كونها عبادة. ألا ترى أن الصلاة منهي عنها بعد الصلاة، بعد صلاة العصر؟ ألا ترى أن الصلاة منهي عنها بعد صلاة الفجر؟ فهل أخرجها ذلك عن كونها عبادة؟ جواب لا، إذ الاعتبار بالأصل لا الأمر العارض أو الحالة العارضة، الاعتبار بالأصل لا الحالة العارضة. فإبقاؤه عبادة وحلقه في النسك عبادة، وصلاة النافلة قبل العصر عبادة، وتركها بعد صلاة العصر عبادة. فالفعل عبادة والترك عبادة، ولا تعارض، ولله الحمد والمنة. كذلك اختلفوا في ذهابه لمسجد العيد من طريق ورجوعه من طريق آخر، وسبب اختلافهم في هذا الفعل هو حمل فعله على واحد من هذه المحامل الأربعة، أو هو تشريعي أم من باب الموافقة أو من باب الزحام أو من باب أنه أراد أن يسلم على أهل البيوتات في كلا الطريقين، أو أنه أراد أن تكثر خطواته في الطاعات حتى إذا حدثت الأرض بأخبارها يوم القيامة وما عمله الناس عليها من خير أو شر تكثر مواضع التي تشهد لك بالخير. كل ذلك قيل، ومنهم من قال بل هو تعبدي غير معقول المعنى، وهذا أصح التعليلات عندي، أنه تعبدي غير معقول المعنى. لكن أو يقتدى به فيه أم لا؟ الجواب: من جعله خاصا قال لا يقتدى به،
من جعله من باب الموافقة قال لا يقتدى به، لكن الأصح أن نجعله من باب التشريع. لما؟ لأن الأصل في كل فعل دار على هذه المحامل، فإننا نأخذ بناصية هذا الفعل حتى ندخله تحت دائرة التشريع، إلا إذا وردت قرينة تفيد أنه خارج عن هذا الأصل إلى شيء آخر، كالزواج بأكثر من أربع. هذا فعل فعله، أهو للتشريع؟ واحد يقول يا سلام يا ليت، على وحدة المرح نطبق المرح الأربع، خلك مرح توصل أربع ثم تمني اللي فوقها، صح؟ خلك مرح توصل الأربع ثم أوصل اللي فوق، معه وحده موذيها وموذيته وضايق صدرها منه وضايق صدرها منها، يقول آه يا سلام يا ليت للتشريع. وش للتشريع؟ عطنا المرح الموجود، عطنا الأماكن الشاغرة الشرعية الشاغرة. فالشاهد أيها الإخوان، هذا الفعل أهو للتشريع؟ الجواب لا، هو عند الرافضة للتشريع، لكن عندنا معاشر أهل السنة بالإجماع ليس للتشريع. لما؟ لوجود نص آخر قال تخير منهن أربعا، كما قاله لغيلان بن سلم، قال تخير منهن أربعا وفارق سائرهن، والحديث من حديث ابن عمر وهو حديث جيد. أنتم معي ولا لا؟ ففهمتم هذه القاعدة؟ فإذا من قال بأن صومه جنبا من خصائصه، وأما الأمة فلا يجوز لها أن تصوم أو تبتدئ صيامها مع هذا الحدث، فنقول له أنت تريد منا أن نخرج شيئا من أفعاله عن دائرة التشريع التي هي الأصل إلى دائرة أخرى، والأصل فيه التشريع، وليس هناك دليل ولا قرينة تدل على ذلك، بل وردت القرائن الدالة على أنه للتشريع، وهو رواية أم سلمة وعائشة لها، بل إن هناك رواية أخرى في غير هذا الحديث، انتبهوا لها، وهي رواية صحيحة تقطع النزاع من دابره، وهي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تدركني صلاة الصبح وأنا جنوب، فقال وأنا تدركني صلاة الصبح وأنا جنوب. فدلت هذه الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته سواء في هذا الحكم. فإن قلت ولما أخرت ذكر هذه الرواية التي تبرد غليلنا، فنقول لكثرة الكلام في إسنادها، لكثرة الكلام في إسنادها، ولكن القول الصحيح صحتها. أنتم فهمتم ولا ما فهمتم؟ أنتم تعينون بعيونكم، واضح لكم ولا لا؟ كيف ترد عليهم يا حاتم اللي قالوا بالخصوصية؟ كيف ترد عليهم؟ طيب ثم طيب عطني واحد ثاني، في دليل ثاني عندك يؤيد وجهة نظرك هذه حتى ولو كان العلماء تكلموا في إسنادها؟ شيكم ها، حتى ولو كان آخر شيء ذكرته؟ لا عاد يا حاتم، ايش هذه؟ حتى ولو قلت جاء رجل، مش مقطع انت رايح منا ايه؟ تدركون الصلاة وأنا جنوب، قال وأنا تدركون الصلاة وأنا جنوب. فاستفدنا من هذا أنه عام له ولأمته من بعده. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، إن قلت لما نبهت عائشة وأم سلمة على أن جنابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن عن احتلام، فقالت كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، هل لهذا التنبيه داع؟ كان يكفينا أن تقول كان يصبح جنبا ثم يصوم، فلماذا قالت من غير احتلام؟ فنقول هذا له حكمة عظيمة، وهي أن المقصود من هذه الزيادة بيان أن بقاءه جنبا إلى الصباح إنما كان عن جنابة اختيار لا جنابة اضطرار، لأن جنابة الاضطرار هل يلام الإنسان عليها مثل الاحتلام؟ ما يلام الإنسان عليها.
لأن الاحتلام شيء ضروري ليس داخلا تحت قدرة الإنسان والاختياره. فإذا كان جنبا عن احتلام فإذا الجميع متفق على أن احتلام الصائم لا يؤثر في صيامه، لكننا لا نبحث عن في حكم جنابة الاضطرار، وإنما نبحث عن حكم جنابة الاختيار. فقالت من غير احتلام، يعني أن بقاؤه جنبا لم يكن عن اضطرار، وإنما كان هو متعمد للجماع في هذا الوقت ومتعمد لبقاء لتأخير الاغتسال إلى دخول وقت الصوم الواجب، لأن الأفعال الاضطرارية لا يلام الإنسان عليها، وليس قلم التكليف جار عليه فيه، وإنما قلم التكليف والمحاسبة إنما تكون على الأفعال الاختيارية. وأما فهم بعض العوام من أنهم يريدون التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبه الاحتلام أصلا، لأن الاحتلام من الشيطان، الشيطان لا يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدل عليه هذا الحديث، والمسألة خلافية تبحث في موضع آخر، لكن لا يستفاد هذا الحكم من هذا الحديث. وإنما الحكمة من ذكر قولها ومن غير احتلام أنها تريد أن تثبت الاختيار في هذا الفعل وتنفي الاضطرار، هذا هو المقصود من ذلك. انتهى الوقت. ومن المسائل أيضا قولهم كان يدركه الفجر، قولهم كان يدركه الفجر وهو جنوب، ما المقصود بالفجر هنا، الوقت أم الصلاة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح حمله على دخول الوقت، بمعنى أن يدركه وقت صلاة الفجر، ويستفاد من هذا أنه أخر الاغتسال إلى ما بعد دخول وقت الصوم الواجب، هذا هو الواجب فهمه من هذا الحديث، وليس المقصود أنها تدركه الصلاة فيتأخر عنها حتى يغتسل، هو لا يتأخر عن الصلاة من أجل ذلك. ومن المسائل أيضا أخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصيبه الاحتلام، لأن الاحتلام من الشيطان، أخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان، فهل هذا المحمل صحيح والفائدة صحيحة؟ الجواب لا يؤخذ هذا من هذا النص، لا يؤخذ هذا من هذا النص، وذلك لأنه لو كان المتقرر في أذهان الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم فليس لذكره وإخراجه ونفيه داع، إذ كانوا سيؤدون المعنى بتمامه حتى ولو لم يقلنا من غير احتلام، لكن لما كان احتلامه واردا على أذهان السامعين قالوا من غير احتلام، وهذا نفي لشيء واقع ولا شيء منتفي؟ قالوا لشيء واقع، ولكن هل هو يحتلم أو لا يحتلم؟ المعروف عند الأكثر أنه لم يكن يصيبه احتلام، لأن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، هكذا قال العلماء، ولكن لا يستفاد هذا من هذا الحديث لما ذكرت لكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على جواز تأخير الاغتسال في وقت لا تجب عليه الطهارة، أنه يجوز للجنب أن يؤخر الاغتسال في وقت لا تجب عليه الطهارة فيه، وليس بلازم أن يبادر الإنسان بعد إصابته بالجنابة إلى الاغتسال، فله أن يؤخر، فإذا أصابته الجنابة الساعة السابعة صباحا هذا ليس وقتا تجب عليه الطهارة فيه، إذ لا صلاة في هذا الوقت، فلو أخرها إلى الظهر فله ذلك ولا حرج عليه ولا بأس، ومن منع الجنب من هذا التأخير فهو مطالب بالدليل الدال على هذا، لأن الأصل الحل
والمنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت حتى ولو كان صائما، بمعنى أنه صلى الفجر ونام ثم احتلم الساعة السابعة وهو صائم، فهل له أن يؤخر الاغتسال إلى الظهر؟ فنقول نعم يجوز له ذلك، إذ لا ضرر عليه شرعا، وصيامه صحيح، وتأخيره لا حرج عليه فيه. إنما يحرم عليه تأخير الاغتسال إذا كان أجنب في وقت تجب عليه الطهارة فيه. إنما يحرم عليه الاغتسال إذا أجنب في وقت تجب عليه الطهارة فيه. إيش؟ إنما يجب عليه الاغتسال إذا أجنب في وقت تجب عليه الطهارة فيه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن مفسدات الصوم توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نحكم على صوم أحد من الناس بأنه فاسد بفعل فعله أو قول قاله أو شيء خرج منه أو شيء دخل إلى جوفه إلا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن من عقد بالدليل الشرعي فإنه لا يجوز الحكم عليه بالبطلان إلا بالدليل الشرعي، والمتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم توقيفية. وبناء على ذلك فأي أحد يقول من فعل كذا فقد فسد صومه، أو من قال كذا فقد فسد صومه، أو إذا أدخل الصائم هذا الشيء أو أخرجه فقد فسد صيامه، فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوى، لأنها خلاف الأصل، والدليل يطلب من الناقل على الأصل لا من الثابت عليه. ومن المسائل أيضا اعلم أنه لا فرق بين صوم الفرض والنافلة في مسألة الجنابة وجودا وعدما، لأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل تبعا إلا بدليل الاختصاص. ولا ندري عن صيام رسول الله المذكور في هذا الحديث أكان صومه فريضة أو نافلة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، فقولهم كان يصوم هذا مطلق، لأن قولها كان يفيد الدوام والاستمرار، يعني كانت هذه حالته، فيدخل في ذلك الصيام، فيدخل في ذلك الإطلاق صيام الفرض وصيام النفل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. ومن فوائده أيضا أن فيه دليلا على تيسير هذه الشريعة، وأنها حنيفية سمحة، لا آصار ولا أغلال ولا تعقيد فيها ولا تكليف يخرج عن طاقة الإنسان. ووجه التيسير في ذلك أن الشريعة لم تأمر بالغسل بعد وجود وصف الجنابة، إذ قد يقوم ثقل في بدن الجنب يثقل عليه الاغتسال المباشر، فأخر الشارع ذلك وأجاز له التأخير حتى تنشط نفسه على الاغتسال، ومن قويت نفسه وبادر فلا جرم أنه هو الأفضل، إذ قد يذكر الله، ومن المستحب ألا يذكر إلا على طهارة، أو قد يحتاج إلى قراءة شيء من القرآن إما ابتداء أو تبعا أو تعوذا أو من باب الأذكار العامة، فيكون ذلك على أكمل طهارة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه بغسل في يوم واحد يغتسل عند كل امرأة منهن، والحديث في السنن من حديث أبي هريرة، كما أنه ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أنس أنه طاف على نسائه بغسل واحد. إذن يجوز التأخير ويجوز التبكير. فسأله أبو رافع لم فعلت ذلك يا رسول الله، أي لم تغتسل عند كل واحدة منهن؟ قال ذلك أطهر وأطيب. إذن هو أفضل، لكن لو أخرت فلا حرج، من باب التخفيف والتيسير على الناس، من باب التخفيف والتيسير على الناس. لعلنا نكتفي بهذا المقدار. كم عندكم من فائدة؟ ما ترقمون الفوائد؟ 10 ولا 11؟ طيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.